ايه ده يا لهوي. بحس ان انا يعني ما اعرفش، بس I feel لما الشخص يبقى genuine بيبقى قوي، لان مش بيفرق معاه كلام الناس بقى اللي هو انت شايفني ازاي، مش بيفرق معايا. ف I guess to be genuine ان تبقى حقيقي ده جزء من القوة، يعني انت مش بتخاف تبين حقيقتك لحد. كل واحد لازم يكون طبعا يراعي ربنا في اللي بيعمله، ان هو دلوقتي في حته مثلا بيكون عنده انفلونس على حد، فلازم ياخد باله كويس قوي هو بيعمل ايه in public. ف I try as much as I can to be a good influence. احنا بنشوف كل ست جميله بس طريقتها، فان هي تهتم بنفسها طبعا ده بيبقى، انا بحس كده يعني. لو حاجه عايزه تغيريها في جين زي موجود انت منه؟ انا مش منه. مش من جين زي؟ انت عارف انا عندي كام سنه؟ كبيره. انت ماشي. انت احلف تديني كام؟ معلش انا اسفه. بالنسبه لي انا؟ لا ماشي. كام؟ لا خلاص. مش انت قلت 25؟ خلاص. طيب قولي لي حاجه يعني شويه يطلع سنه كمان 27. خلي بالك ان انت تتنازلي عن مبادئك مثلا، خلي بالك بيحصل كتير في الجيل ده، في بنات بتتخلى عن مبادئها. ما هو ممكن بحس يعني. راجل مثلا خانها، الراجل خانها براحتك. بص انا هتكلم عن نفسي، ما اعرفش بقى، انا ما بحبش الانتقاد، يمكن دي تبقى حاجة ممكن ما اعرفش، انا بحس ده ممكن يهزم شويه الست ثقتها في نفسها، او انا او انا او ده اللي انا ما اعرفش. ما اعرفش كل، ما اعرفش كل يعني، كلمه كل دي يا جماعه ما بحبهاش، انا ما اعرفش. يو كانوت سي تتكلم على يعني ما اعرفش كل الناس، ما شفتش كل ست، بس انا بتضحك عليا بكلمه، فممكن يكون في ستات كتير زيي عادي. كتير ده كلكم كده تقريبا. ما اعرفش بقى، انت ضحكت على ضحكت شكلك ضحكت على الناس كتير بجد. انا والله انا مش بكلمه، انا ممكن لو حد بص لي حلو تمام كده تمام. لان الراجل يعني مش عايزه يعني مش عايزه بس بيستفز الست اوقات، عشان كده ايه نوعيه الراجل اللي بيستفزك انت بشكل شخصي؟ انا بقول لك اللي بينتقد، ما حصلتش معايا الصراحه، بس انا ما بحبش، انا ما بحبش الانتقاد، كل واحد حر يقول اللي هو عايزه يعمل اللي هو عايزه، انا ما بحبش الانتقاد. طب انت والراجل الخاين. طيب اوكي. والبخيل. والبخيل والمغرور العصبي دول بص، واللي بيلحمش قوي ده بص بقى دول مستفزين. انا بحب الراجل الحمش، بس القوي ده بحس ان هو مش واثق في نفسه بقى. الراجل اللي ما عندوش ثقه، انا معلش سوري، الراجل اللي ما عندوش ثقه في نفسه يهز ثقه، يخلي الست اللي معاه ما عندهاش ثقه، لان هو بيستمد قوته من ان هي تبقى ضعيفه مش واثقه في نفسها، فيحس بنفسه. ده اوحش نوع بني ادم عامه. الراجل النرجسي ده فيه كل الصفات اللي انا قلتها، فممكن نلخص كل ده ان هو البني ادم النرجسي. اللي بيغير، فاهم قصدي؟ اللي بيغير، اللي يقول لي البسي ما تلبسيه، انا بحب اللي يقول لي احس الانتقاد، بس هو بيقولها من باب اللي هو بيغير، مش باب ان هو مش عاجبه، فاهم قصدي؟ ده بالنسبه لي I love it. اوكي طب انا اسالك سؤال من غير عصبيه يعني. اوف دي شايفه الدنيا تبقى بايظه طبعا، مش تعرفوا انتوا تعملوا كل حاجه لوحدك. كلنا هنتجوز، مفيش حد هيبقى سنجل. انا رحت قلت لا طبعا. لا لا خالص خالص، I cannot do this، ما اعرفش اعمل كده، مش بنتقد اي حد بيعمل كده، بس انا ما بعرفش اعمل كده. طب لو في بنت فعلا راحت قالت للراجل انا معجبه بيك، هي حر، هي مبسوطه تمام. عادي.
لو قال لها تمام الحمد لله لا هيبقى كويس. بس احس ان الست، بص انا ما بحبش يعني نعمل الادوار نبدلها، احس هو اللي لازم ياخد فيرست ستيب، لو ما خدهاش فبلاش تاخديها، ده انا بحس كده. I don't support this صراحه خالص. ما اعرفش لو حصل وهي ممكن تنفع مع ناس ممكن ما تنفعش مع ناس، مش كده بحبش اقول يعني، ممكن في ناس يبقوا يعرفوا يعملوا كده وتبقى احسن من زمانهم يتربوا مثلا في يعني بيت مش صحي انهم يعيشوا لوحدهم هيبقى احسن ليهم في المستقبل، في ناس لا. هعمل ايه؟ كتير قوي حاجات صدقني. طيب ايه عالم الرجاله حابه تجربها؟ هبص هتأخر براحتي جدا، همشي وعلي الاغاني بقى في الشارع عادي، فاهم قصدي؟ مع اني ما بحبش انا الستايل ده بس ممكن اعمل كده اجرب يعني. لا ما بسمعش اغاني عالي، ما بحبش، وهبقى بقى ماشيه مش خايفه بقى، فاهم؟ لابسه اللي انا لابس بقى اللي انا عايزه، فاهم قصدي؟